خلونا نبدأ بأبرز الأخبار اللي هتحصل النهاردة. أخبار كتير هتحصل النهاردة. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النهاردة هتعقد مؤتمر صحفي خاص بإعلان نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تمام الساعة 12 الظهر بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر. النهاردة هيعقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع وزير خارجية لبنان عبد الله أبو حبيب اللي بيقوم بزيارة للقاهرة. يتناول اللقاء اللي بيعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة العلاقات المتميزة بين القاهرة وبيروت وتطورات الأوضاع في المنطقة ودعم مصر ومساندتها للبنان الشقيق في مواجهة التهديدات المحيطة به. ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمر صحفي مشترك في ختام مباحثتهم. أيضاً النهاردة هينطلق في 10:00 صباحاً بمحافظة الإسكندرية الملتقى الثقافي 17 لثقافة وفنون المرأة والفتاة ضمن مشروع أهل مصر برعاية أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ نائب رئيس الهيئة، وبيستمر حتى 14 أغسطس المقبل تحت شعار يهمنا الإنسان. وبيأتي الملتقى ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة اللي بتستهدف الوصول بالأنشطة والخدمات الثقافية والفنية للمناطق الحدودية والأكثر احتياجاً، وبيستضيف مجموعة من فتيات المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الشلاتين وأبو رماد وحلايب من البحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح، ده بالإضافة لحي الأسمرات من القاهرة، وبتعقد فعالياته بقصر الثقافة.